سعد بحكم الصداقة بينه وبين محمد رمضان عن رأيه بتجربة محمد الغنائية. في حاجة اسمها تصنيف، فاحنا لما نقول مشروع محمد رمضان الغنائي يبقى غلط، يبقى ظلمناه، لان هو مش غنى، ده مش غنى تطريب يعني، هي حاجة ناجحة جدا جدا بيحبها الناس ومبسوطة بيها جدا، زي مثلا ما في بره سيسيل ديون وفي مغنيين راب يعني، فده عادي جدا موجود في كل حتة، بس ما بنقولش ده مغني وما بنقولش ده مؤدي يعني كده، هو تجربته مش تجربة غنائية، هي تجربة جميلة جدا، تجربة ناجحة جدا والناس بتحبها، فليها الاحترام والتقدير، لان اي شيء الناس بتجتمع عليه لازم يبقى فيه حاجة، بس احنا اللي مش مصنفينها صح. صراحة حبيت وجهة النظر اللي قالها، يعني في النهاية حتى مهما كان دائما، وكنا نقول في حلقاتنا السابقة أن كل مطرب وحتى كل ممثل عنده شريحة معينة من الناس التابعة وتشوف أعماله وتسمع هذا النوع من الأغاني، فعشان ما يكون في ظلم وجهة نظر أنا أعيد فيها صراحة. هذه وجهة النظر على فكرة اللي أنا كررتها في أكثر، يعني أكثر من مرة في أكثر من حلقة، يعني نحن يمكن كان عندنا مآخذ شوية على بعض اللقطات اللي تم تداولها يعني في الفيديو كليبات، ولكن الفكرة الأساسية أنه يعني هذا فن مقارب شوية للراب، أتوقع كثير من الناس بيتفقوا عليه، شو رأيك صبحي؟ لا أنا يعني أنا بشوف أنه من حق أي حدا يعمل الفن اللي بيشوفه مناسب، وإذا حبوه الناس خلاص حبوه الناس صح. يعني انه ما من حق حدا يعترض، بس في وجهة نظر احمد كثير حلوه انه ما بنقدر نقول انه عنده مشروع غنائي. صحيح، هو عم بيغني الزلمه والناس عم بتحب وعم بيمثل والناس عم بتحب، بسط الموضوع وخلاه يعني ما هو حق احمد حقيقه. وفي النهايه والختام شو الفن؟ تجربه، يعني ممكن نحن نجرب اشياء وفي ناس تعجبها في ناس لا.